ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ معاكم دايركتور ياسمين جمال. دلوقتي انا عايزه اعمل لكم ريفيو عن حاجه انا برضو من الحاجات اللي بحبها جدا، الروجات بتاعت جورداني. بصوا جورداني جولد، الروجات بتاعت جورداني جولد بدرجاتها الجميله. الروجات دي من الحاجات، اولا الروج بتاع اوريفليم كلنا عارفين ان هو فيه فيتامين اي، فهو بيكون مرطب للشفايف تمام، وفي عامل حمايه من الشمس علشان الشمس ما تاثرش على شفايفه وتخليها تنشف وتقشر وتفقد. برضو انتوا عارفين ان بشرتنا فيها كولاجين وجسم يعني وشعرنا وشفايفنا، فهي فيها اي روش في اوريفليم عموما في فيتامين اي وفي عامل حمايه من الشمس. الدرجات الجورداني اللي بحبها ليه؟ لانها بتبقى هو ده مط، انا بحب المط جدا، ودرجاته ناتشرال جدا، تحسيها طبيعيه جدا وبتبقى ثابته معاكي قوي قوي قوي، يعني بيبقى ثابت معاكي وقت طويل جدا ودرجاته حلوه، يعني درجاته حلوه. بصوا انا عندي معايا درجتين هوريهم لكم على الطبيعه. معايا الدرجه اللي هي 3 2 3 2 3 و 3 2 3 2 5 اللي هي الريد والبرايت بيري تمام. بصوا دي درجه الريد اهي على الطبيعه تمام، اهي تكونوا شايفينه كويس تمام، حلو جدا. طبعا انا واكلاه يا جماعه. بصوا الريد على الطبيعه اهو اهو تمام، الدرجه دي الريد. اوكي يا رب تكونوا شايفينها كويس تمام، وده الدرجه في القلم نفسه على الطبيعه. الدرجه الثانيه اللي هي البرايت بيري اهي دي تمام. اوكي الدرجتين جنب بعض هما عشان بس تكونوا ملاحظين الفرق تمام. دي شويه على يعني موف فاتح، لا او بينك غامق، بينك غامق او على فوشيا يعني شويه. ده طبعا ريد احمر، درجه الاحمر حلوه جدا، يعني هو احمر مش فاتح قوي ولا غامق قوي، الدرجه دي تمام. دول الدرجتين الموجودين في الكتالوج اللي هما موجودين عندي وعلى الطبيعه. درجه اللي هي البرايت بيري اللي هي دي، بصوا دي درجه البرايت بيري دي الموجوده عندي، ودرجه الريد اللي هي دي خلاص، ودرجتها على برضو تنوريتكم القلم، ودرجه البرايت بيري اللي هي اللي فوق دي تمام. دي البرايت بيري ودي درجه الريد تمام. انا مش عارفه هم واضحين ليكوا ولا لا اهو. اوكي من الحاجات الحلوه قوي الشهر ده برضو، وسعره كويس حلو ومش وحش، يعني بعد الخصم هيبقى سعره كويس. روجات جورداني يعني دي من اعلى الروج في اوريفليم، فمن الحاجات الحلوه والثابته ودرجاته حلوه، يعني بيعجبني فيه ان هو درجاته حلوه، فاتمنى تجربوه هيعجبكم جدا يا بنات. ميرسي ليكم.